Today we're going to talk about nuclear chemistry. Nuclear chemistry, one of the most interesting chapters. شوية كان الثيرمو كيمستري دمه تقيل على بعض الناس، ولكن إن شاء الله يتعوض في نيوكلير كيمستري، لأن ده هو المستقبل أو هو المفروض يكون حاليا. حابب أبدأ بمعلومة صغيرة كده، إن في الحرب العالمية الثانية لما انتهت بقنبلتين هيروشيما وناجازاكي، دول اتعملوا في مشروع اسمه مانهاتن. مشروع مانهاتن ده عمل قنبلة صغيرة جدا تخلي نزلت موتت 60,000 نسمة، دي 120,000 نسمة، كان اسمها ليتل بوي. ليتل بوي ولد صغير، ما بقى لو لا قدر الله كان بيج بوي كان ايه اللي ممكن يحصل. المهم النيوكلير كيمستري واحد من للاسف الاستخدامات الشائعه بتاعتها هي الميليتري بروبوزز اللي ممكن تؤدي الى دمار مدن كامله. وفي جمله دايما انا بحب اقولها لما نيجي نتكلم على النيوكلير كيمستري، الطاقه اللي ممكن تعمر مدينه بالالكتريستي هي نفسها اللي ممكن تدمر مدينه بمنتهى البساطه. كميه عاديه جدا من الطاقه بتتواجد بها. قبل ما نبدا النيوكلير كيمستري حابب بس افرق بينها وبين حاجه ثانيه اسمها او النيوكلير رياكشنز، حابب افرق بينها وبين الكيميكال رياكشنز. النيوكلير رياكشنز بتتم عن طريق النيوكلس موجوده، زي ما عرفنا من زمان قوي النيوكلس عباره عن دنس بارت انسايد ذا نيوكلس اوف ذا اتوم كونتين بروتونز اند نيوترونز. لما بتتم تفاعلات نوويه بتتم عن طريق النيوكلس الموجوده جوه دي، لما بتتم تفاعلات كيميائيه بتتم عن طريق الالكترونز اللي بتدور في الهيدروجين. مجموعه من العلماء حابب اذكرهم، مين فيهم؟ راذرفورد، بور، عندنا كمان ساينتست تاني اسمه نيف، اعتقد بينطقوا دبليو في، نيف تشيدويك، وكمان الاب الكبير بتاعهم اللي هو فومسون. الموديل اللي قدامنا للاتوم حاليا هو يعتبر ناتج جهد كل الاشخاص دول مع بعض، يعني كل واحد فيهم اكتشف على حدود جزء من مكونات الاتوم او بيوصلونا في الاخر الاستراكشر الموجود عندنا ده. منهم فومسون ده يعتبر مكتشف الالكترون، وكان يعتبر زي المثال الاب الروحي راذرفورد وبور. راذرفورد وبور من العلماء الكتير اللي قدموا لنا حاجات كتيره جدا للكيمستري، منهم ان راذرفورد نقدر نقول ان هو مكتشف البروتون مجازا، ولكن يعني مش حقيقه بالظبط كده، هو اكتشف ان في بارتكل اسمه جورج بارتكل بوزيتيف جورج موجود في نص الاتوم كده، وبعد كده سمي بالبروتون. بور هو اللي ورانا كيفيه دوران الالكترونز حوالين النيوكلس واخد نوبل على الكلام ده. ونيوتن يعتبر هو مكتشف النيوترون. لو بصينا كده هنلاقي تقريبا دول الاربعه اللي شاركوا في ترتيب الاتوم اللي قدامنا ده. اوكي. معروف ان كل اتوم في الدنيا كل المنت 118 المنت وي هاف ايتش المنت هاف something called mass number and something called atomic number. For example this is sodium. Sodium have 23 and 11. 23 called the mass number where 11 is called the atomic number. لاحظ كده هتلاقي ان الماس نمبر اولويز تقريبا يعني ما عدا كيس واحده بيبقى مور ذان ذات. مين الماس نمبر؟ الماس نمبر هو نمبر اوف بروتونز انسايد ذا نيوكلس اند ذا نمبر اوف نيوترونز انسايد ذا نيوكلس، ذا سم اوف ذم، مجموع النيوترونز والبروتونز مع بعض اللي موجودين جوه النيوكلس. اما الاتوميك نمبر فهو عباره عن البروتونز اونلي، نمبر اوف بروتونز اونلي، وده السبب اللي بيخلي دايما الماس نمبر تقريبا اكبر من الاتوميك نمبر، هو بيساوي حاجتين مع بعض، لكن الاتوميك نمبر ده والاتوميك نمبر كمان مجازا نقدر نقول ان هو بيساوي النمبر اوف الكترونز. عشان كده نلاقي حاجه ظريفه جدا، نلاقي النمبر اوف بوزيتيف تشارجز ايكوال تو ذا نمبر اوف نيجاتيف تشارجز، نمبر اوف بروتونز ايكوال تو ذا نمبر اوف الكترونز. وده بيرجعنا للجمله اللي اتعودنا عليها وسمعناها كتير قبل كده، ذا اتوم از الكتريكالي نيوترال ان ذا جراوند ستيت. Because the number of protons equal to the number of neutrons. Our positive charges equal to the number of negative charges. النهارده انا بسالني how to perform the symbol of any element، انا لازم اكون عارف يعني ايه mass number، يعني ايه atomic number. In the most of the cases, mass number more than atomic number only in one of the hydrogen isotopes, H11. ده بنسميه بروتيوم. المعتاد ان احنا تعودنا على الهيدروجين بالشكل ده، لكن بعد شويه هنعرف ان في اكتر من شكل للهيدروجين، وبالتالي البروتيوم هو اللي موجود. لو جينا عملنا
شفنا الماس نمبر كام، هنلاقي 1 هالاتوميك نمبر كام 1 في الحاله الوحيده اللي بيتساوي فيها الماس نمبر والاتوميك نمبر. وده له سبب، لان الايزوتوب ده من الهيدروجين ما عندوش اي نيوترونز، زيرو نيوترونز. من الريليشنز دي لو احنا بنعرف شويه ماس يعني نقدر نحسب النمبر اوف نيوترونز، النمبر اوف نيوترونز معلوميه الماس نمبر والاتوميك نمبر. يعني لو عملنا نيوترونز ايكوال هنقول ان هي ايكوال ماس نمبر ماينس اتوميك نمبر ببساطه. فاي اتوم تقدر تعمل كده، وده بيودينا لشكل تاني نقدر نرسم بيه سيمبل لاي اليمنت نعرفه. فور اكزامبل اف يو هاف ان اكس اليمنت شود بي مينشند A, Z, and N. A with the mass number. For any element، مش هنتكلم عن الصوديوم بس، لكن دي فيكسد نمبرز موجودة في كل مكان في الدنيا. في أي مكان في الدنيا هنلاقي إن نفس الأرقام دي ثابتة مش بتتغير. الزي هو عبارة عن مين؟ عبارة عن الأتوميك نمبر، where N is number of neutrons. الأسئلة في المجال ده بسيطة جدا وما فيهاش كتير لعب يعني. ببساطة جدا ممكن يسألني فور اكزامبل يقول لي كده، لو احنا لازم نتأكد الأول إن احنا عندنا حاجة اسمها ماس نمبر، أتوميك نمبر أند نمبر أوف نيوترونز، وعرفنا بنجيبه إزاي. ماس نمبر ماينس أتوميك نمبر إيكوال ذا نمبر أوف نيوترونز. ده اللي المفروض نعرفه لأي إليمنت. ممكن يقول لي كده رايت ذا سيمبل أوف ألومنيوم أتوم knowing that it has 13 proton and 14 neutron. الحل هنا بمنتهى البساطة اللي في الدنيا، انت هتعمل سيمبل زي اللي قدامك ده بس استخدام الارقام اللي هو مديها لك. في حد ممكن يحل زي ما يقول كده، يحل كده A Z N او العكس صحيح. انا شخصيا بفضل العكس، يعني مثلا لو فرضنا الالومنيوم السيمبل بتاعه L، هنكتب هنا النمبر اوف بروتونز اللي هو بيساوي هناك زي ما قلنا قبل كده الاتوميك نمبر يبقى 13، وهنكتب النمبر اوف نيوترونز 14 اللي كتبنا الناحيه الثانيه على الناحيه اليمين دي، وفوق نجمع الاثنين دول ببساطه. لو احنا جمعنا الاثنين دول هيديني الرقم اللي فوق اللي هو 27. يبقى انا كده وصلت في النهايه الفيكسد نمبرز للالومنيوم اتوم، وما اعتقدش ان الاسئله في المجال ده يكون فيها اي افكار غير كده. يقلبها لك يعني يدي ده او ده وعاوز ده او اي حاجه من الاثنين دول. واي ثينك والله اعلم يعني ان ده موضع سؤال في امتحان، لان انا شفت امتحانات لليونيسف اسئله بالشكل ده رغم انها بسيطه، ولكن جت في كتير قوي امتحانات اليونيسف، يعني ناس في اوروبا كمان بتاخد الشكل ده. سهل جدا نعمل السيمبل لاي اليمنت، ولو عرفنا بس قد ايه البروتونز وقد ايه النيوترونز. وده بالنسبه للماس نمبر والاتوميك نمبر. في كونسبت تاني لازم نتعرف عليه برضه، بما ان احنا وصلنا للجزئيه دي من نيوكلير كيمستري، مش كتير نسيره، احنا اخدناه مره ثانيه في بريب 2 قبل كده، ولكن نفتكر ايه الكونسبت ده؟ كلمه ظريفه جدا كده بنقول عليها ايزوتوبس. What are the isotopes؟ ايه اللي قدامنا اهي؟ ايزوتوبس. What is this؟ في التعريف بيقول لي كده، بيقول لي they are atoms of the same element have the same atomic number but differs in mass number. وممكن نعرفه بطريقه ثانيه have the same atomic number but differ in the number of neutrons. نقدر نعمل كده ونقدر نعمل كده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لما الاقي الهيدروجين اللي اتكلمنا عليه من شويه 1 1، ده الموست كومن ايزوتوب للهيدروجين، مش معنى كده ان ده الهيدروجين الوحيد اللي موجود عندنا، لا في كمان ايزوتوبس للهيدروجين. هنلاقي 2 1، هنلاقي اتش 3 1، مش كتير نعرفهم دول انا عارف، لكن لازم نعرف كده. موست اوف ذا اليمنتس هاف مور ذان 1 ايزوتوب في البريدك تيبل. الهيدروجين هنا 1 1 اسمه بروتيوم، اللي فيه 2 1 ديوتريوم، 3-1 اسمه ترايتيوم. دول الثلاث اسماء بتوع الثلاثه. ايه الفرق بينهم؟ لاحظ كده هنلاقي ان الاتوميك نمبر في الثلاثه زي ما قلنا في الديفينيشن 1. They have the same atomic number but differs in mass number. mass number هو اللي بيختلف. وبالتالي لو احنا عملنا في كل مره mass number minus atomic number عشان نحسب مين؟ عشان نحسب النيوترونز. هنلاقي عدد النيوترونز ده في كل مره بيختلف. هنلاقي في المرة الأولانية عندنا 0 نيوترونز 1 minus 1 2 minus 1 we have only 1 نيوترون 3 minus 1 we have 2 نيوترونز.
حد يشوف من الاتوم دي الماس بتاعها هيكون قد الاتوم دي او قد الاتوم دي، طبعا هيختلفوا في الماس، الاتوميك ماس مختلف لان البروتون والنيوترون يعتبروا بالنسبه لبقيه الكومبوننتس اتوم هيفي بارتكلز. خلينا نجيب لك الريليشن في الماس كده عشان برضه نعرفها مع بعض. هنفرض ان احنا عندنا ماس واحده لبروتون واحد، دي بنقول عليها كده نيرلي ايكوال تو ذا ماس اوف نيوترون، يعني الماس بتاع البروتون تقريبا قد الماس اوف نيوترون تقريبا قدها. Nearly equal to، شوف الرقم ده بقى غريب شويه، 1800 times the mass of electron. يا ساتر، يعني هنا 1800 مره ضعف الماس بتاع الالكترون. معنى كده ان انا لو رسمت اتوم بالشكل اللي قدامي ده بروتون ونيوترون وحواليها الكترونز، كل اللي بره ده ملوش اي قيمه. لو جيت قسته في الماس كده هلاقي ان ده تقريبا ملوش قيمه. وبهنا يودينا الجبريزم تاني او يدينا فكره تانيه او كونسبت تاني، يقول لي ذا ماس اوف ذا اتوم كونسنتريتد ان ذا نيوكليس. الجبريزم اخدناه من زمان قوي بس ما زال لازم نكون عارفين ليه الماس اوف الاتوم موجوده في النيوكليس دي. لان النيوكليس فيها بارتكلز تقيله، بص هنا كده البروتون قد النيوترون، يعني دول بارتكلز كبيره 1800 مره قد الالكترون، وبالتالي دول متركزين في النيوكلس، كل اللي حواليهم يعتبر ماسلس او تقريبا هاف نو ماس. خلي بالنا بس عشان ما ننساش حاجه مهمه جدا، بالنسبه للالكترون وي كان نجليكت اتس ماس، يعني ممكن نتجاهل الماس بتاعه خالص، بس وي كانت نجليكت اتس تشارج. لازم نخلي في الاعتبار ان احنا عندنا عدد من النيجاتيف تشارج بارتكلز في الحسبان. بالنسبه للنيوترون الوضع معكوس، وي كان نجليكت اتس تشارج لان بوزيتيف ونيجاتيف، يعني نيوترون نيذر نيجاتيف نور بوزيتيف، ولكن ايه؟ وي كانت نجليك ذا ماس، لازم نتاكد موجود ماس بكميه كبيره بالنسبه للنيوترون كده. نرجع تاني للكونسبت الظريف ده اللي هو ايزوتوبس، قلنا تاني ايه؟ هاف ذا سيم اتوميك نمبر بس ديفرز ان ذا ماس نمبر او ذا نمبر اوف نيوترونز، وده بينطبق على كتير من الاتومز. فور اكزامبل ممكن نلاقي اكسجين 16 8، اكسجين تاني 17 8، اكسجين تالت 18 8. باي ذا واي ده في الحالة دي بنقول عليه كده راديو اكتف. راديو اكتف كلمة هنتكلم عليها إن شاء الله لما نتقابل بقى على خير ونناقشها بهدوء كده مع بعض. بعد ده في جزئية كمان صغيرة بس أنا حابب أقدمها لكم في مرة تانية عشان ما يبقاش بس كمية كبيرة مرة واحدة ونقدر نتعامل معاها. بس نرجع نفتكر مع بعض يعني إيه أيزوتوبس ويعني إيه الكونسبت اللي المفروض نكون عارفينه بالنسبة للجزئية دي. ان شاء الله نرجع نتكلم مع بعض قريب ونتكلم عن كل الحاجات دي بالتفاصيل، ولو في اي حد حابب يسال على اي تفاصيل الرقم بتاعي على الواتس عشان لو حد حابب يسالني على اي حاجه. ده رقم للواتس، اي سؤال في اي وقت انا تحت امر حضراتكم، وان شاء الله نتقابل على خير قريب وتكون الظروف احسن من كده ونتكلم بتفاصيل اكتر في الحاجات اللي فيه.